السيدات السلة امبارح والفوز بالدوري حاجة عظيمة جدا ومشرفة جدا، وان هم بعد خسارة الماتش الاول يرجعوا يكسبوا ماتشين وبروح الفانيلا الحمراء وبالاداء اللي احنا شفناه ده، دي حاجة فعلا مشرفة جدا لازم نقف عندها. احنا مش بس كسبنا زي ما قلنا كرة قدم طايرة، لا كمان ابطال دوري السيدات في السلة اللي نجحوا امبارح في الفوز بلقب الدوري بعد الفوز على فريق سبورتنج. نروح نشوف مع حضراتكم التقرير ده ونرجع من جديد.